أصبحنا أصبح الملك لله ولا إله إلا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. إحنا في سوق التوفيق يوم الأربعاء معاكم قناة الموت اليوم يوم 14/2/2024 وتعالوا نشوفوا أسعار العجول الذكورة البقري التربية. الله أكبر. صباح الفل حاج. وده 21 ونص. عمرك كم شهر كده؟ دي عمري سنة وشهرين. سنة وشهرين. 21,000. 21. وده في 22. الله أكبر. 18. الحاج عايز يهبط العمل، أنا حسيت بكده. الله يبارك له. صباح الفل يا تاجر ولا قناع؟ تاجر. منين حضرتك؟ الحوت. الحوته تبعي صح؟ الحوته تبعي. تيل برود. الله اكبر. الحوته الله يبارك. بسم الله ما شاء الله. دي شجر بكام وكام بهرد الله؟ دوت ب 30,000 ودوت ب 31,000. 30 31. الله اكبر. زي ما شفتوا يا جماعه التجار اللي عايزه تهبط العمل عشان تعرف تشتري، واللي بيبيع عايز يرفع العمل. فاحنا عايزين الحقيقه بهرد الله. الحوته تيل برود حاجه. الحوته تيل برود يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك. الله اكبر. تلقيح يوم. الله هو. معك حد هنا صاحبي؟ معيش غير الاثنين دول. ادينا رقمك لو حد عايز حد يتواصل معاه. 0100 4 5 4 5 8 5 8 5 7 7 1. الاسم يا صاحبي؟ الحوت وليد الشناوي. الله يبارك لك وسط حالك. وليد الشناوي. واحنا مش عارفين مين الكذاب. المشاهد اللي هيقول هو الكذاب. ليه؟ وحرامي وضلالي. وحرامي وضلالي؟ من حق الكلام ده؟ هو بيشتمك لكده؟ ده خويا دي. خوي ب 21. دي ب 21. طب 21 و22 ب 43. تاخد ال 43 وتبيع بتاخد 45. تاخد 45 وتبيعني. قول له تاخد 45 وتبيعني. لسه ينفع الكلام ده؟ قول له تاخد 45 وتبعد عنه. تاخد 45 وتبعد عنه. والله يصح لكم. صباحكم ابيض. البيع والشراء حي زي ما انتم شايفين يا جماعه. ربنا يصلح حال الجميع يا رب. اللهم امين. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. المال والحلاوه. الله اكبر. الله اكبر. صباحك ابيض يا صاحبي. صباح الفل يا عمر. الله اكبر. 16 و13 و12. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. هل الكلام اللي بتقوله ده حقيقه حاج؟ لا يا حاج، ما تعلقش على راجل زي ده. الله هو اكبر. الله هو اكبر. ما تعلقش على الكلام ده. طب وكام وكام هنا والله؟ بيقول لك يا حاج بيتكلم في 27 الواحد. الواحد ب 27 واللي معاك دواء؟ اللي معاك ب 25. الله يبارك لك يا صاحبي. بسم الله ما شاء الله. في ناس تجار عايزه تهبط العمل وتجار عايزه ترفع العمل ومحدش عارف حاجه. اللهم صل عليك يا نبي. المعلم محمد عمار. صباح الخير يا معلم محمد. السوق عامل ايه النهارده يا حاج محمد؟ الله بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. الجو عامل ايه يا محمد عمار النهارده؟ الجو حلو. صباح الفل حاج. نارك ابيض. الله يقوي المعلم كريم موسى يا جماعه. الله يبارك له ويصلح حاله وحال الجميع. مالك اللباني البراون يا جماعه وجميع الاصناف الجميله. عمد يالا. عمد العجول. العمد يا هندسه. عم حياة. صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اللي حضر جنه يسيبه. الله اكبر. زي ما انتم شايفين المال بتحدث عن نفسه. هات المعلم كريم موسى الله يبارك له ويصلح حاله وحال الجميع يا رب. اللهم امين. كم وكام يا معلم كريم في الثلاثه؟ صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. الاسعار اليومين دول طالع والنازي. في الطلع وفي النازي. انا حرام لما نسام النهارده. الله يبارك. ممكن بكره تلاقيه زي ده. وممكن بعد يكون اقل. ممكن يبقى نازل 500. الله يبارك لك. بوقت سعره. الله يبارك لك. بوقت سعره. معايا عجلين براون. الله هو اكبر. بوقت موجودين في السوق. عجلين براون. انا عاوز تعرض بس. الله هو اكبر. اما السعر ده بتاع الفلاح اللي هيشتري. الفلاح اللي هيشتري صح. بتاع الفلاح اللي هيشتري. الله يبارك لك يا معلم كريم. السوق بسوقه. الله هو اكبر. طالع والنازي. بوقته يا جماعه اهو زي ما قال المعلم كريم. طب النهارده وقته كام يا معلم كريم؟ صلي على النبي. عليه الصلاة والسلام. صليت على النبي. عليه الصلاة والسلام. انت واخد بالك من العدل ده اهو؟ السعر بيختلف بتاني يوم يا جماعه اهو. المعلم كريم هيقول وقته النهارده. واخد بالك من ده اهو؟ ايوه. الله هو اكبر. واخد بالك من ده اهو؟ ايوه يا معلمي. الله هو اكبر. عامل ايه النهارده يا معلم كريم؟ ذو مرد الله. 30 و400 يا جماعه. عجل صلاه النبي عليه. الله اكبر. كان ب 31 ونص و 32 ده. كان ب 31 ونص و 2. ويمكن بكره يبقى في النازل وممكن يبقى في الطالع. الله اعلم برضه صح. السوق في رده يجي 3000 بقاله 20 يوم. الله يبارك لك يا معلم كريم ويصلح حالك. في رده 3000 يا جماعه زي ما قال. اهم حاجه تصلوا على النبي. المعلم كريم موسى بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. الاثنين دول على بعض يا معلم كريم؟ كنت النمر بقى وفوق. ماشي. حاضر يا صاحبي. كام الرقم؟ 010 10 250 258 58 53 53 7 7 العمد. العمد يا جماعه اللي عايز البضاعه النظيفه يتواصل مع المعلم كريم موسى. بسم الله ما شاء الله على المال يا جماعه. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله.
الله اكبر. نعم انباع. الله يصلح حال اللي خده يابا. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. يبارك لك عمال كريم ويصلح حالك وحال الجميع. الله يكون الاشتراك لقناه المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر. اسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهم حاجه ذكر الله ورسول الله. ربنا يبعد عنكم وعننا البلاء يا رب. اللهم امين. احياتي برضو يا جماعه للناس المحترمين اللي بتذكر الله ورسول الله في التعليقات، تحيات وصباحي لهم. الله يبارك لهم ويبارك لأولادهم ويبارك في صحتهم يا رب. اللهم امين. الناس اللي بتبعت التعليقات اللي بتصلي على رسول الله وبتوحد الله وبتصلي على رسول الله، صباحي وتحياتي لهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.